يحب الناس أفلام الرعب في العالم أجمع لأنها قادرة على أن تغرق المشاهد في جو مليء بالخوف والرعب واللا أمل، وبعد أن يظهر تتر الفيلم في النهاية تستطيع أن تتنفس السعادة. بعض ممثلي هذا النوع من الأفلام يثبتون أنه من السهل أن تخيف المشاهد خلال 3 أو 4 دقائق. هيا بنا نجرب ذلك، ولكن اضغط على علامة الإعجاب واضغط على زر الاشتراك وفعل زر الجرس حتى يصلك كل ما هو جديد. اكتب تعليقك أسفل الفيديو، وإذا لم يحصل تعليقك على علامات إعجاب فإن القناة ستهديك 1000 روبل. الفيلم الذي يحمل اسم استرقني يا والدي رائع لأن مدته دقيقة، إلا أنه يستطيع أن يجعل أي شخص بالغ خلال تلك المدة وبدون أي تأثير خاص بأن يتذكر أفظع اللحظات المخيفة في فترة طفولته. هذا الفيلم الصغير كسب مهرجان الأفلام ذات الدقيقة الواحدة في كرواتيا، مما يثبت من جديد الاهتمام العالمي لأفلام الرعب القصيرة. فتاة تقابل مخلوقاً غريباً وهي تسير إلى سيارتها، إلا أنها وقعت في مأزق بعد أن فقدت مفاتيح السيارة وأصبحت في مواجهة مع الوحش. نهاية الفيلم يمكن أن توصلك إلى أن ترتجف. كونوا على حذر. ربما تكونون رأيتم فيلم الرعب الذي أحدث ضجة ماما، أو ربما قد تكونوا سمعتم عنه، ولكن هل تعلمون أن هذا الفيلم جاء من صلب فيلم قصير مدته 3 دقائق والذي سترتعش منه قدمك إذا رأيته؟ تدور القصة عن فتاتين مات أبواهما منذ 5 سنوات، ولكن الروح التي من الممكن أن تكون والدتهما لا تزال تراقبهما. فيديو مخيف لكنه يترك لديك انطباعا. مضمون هذا الفيلم لا يدهشك بشيء جديد. تلقى أحد ضباط الشرطة أن هناك شخصا ارتكب مخالفة قانونية، فيذهب إلى حيث جاء النداء وتبدأ الأحداث. لن تصدقوا، لكن المخرج استطاع بالفعل بأن يخيفني بفضل التصوير الذي يجعلك فضوليا باستخدام كاميرا كوبا. انظروا بأنفسكم على مدى الخوف والمخاطرة. كوفر. أيضا هناك فيلم رعب قصير آخر. الصندوق هو علبة كبيرة من أجل الحفاظ على الأشياء الثمينة، إلا أنه أصبح هو المركز الذي تدور حوله الأحداث في هذا الفيلم القصير. في ليلة عادية كغيرها من الليالي، سمعت امرأة تعيش بمفردها فجأة صوتاً مكتوماً لكنه مزعج من صندوق خشبي عادي. ماذا كان يخبئ هذا الصندوق؟ المثال الرائع هو أن تخيف الشخص عن طريق عدم التوقع. شقيقتان كانتا تعدان هدية بمناسبة عيد ميلاد والدتهما، ومن أجل أن تترك الهدية انطباعاً جيداً في نفس والدتها، قرروا أن يختبئوا في مخزن الأطعمة. كان يريدان أن يدهشاها. عندما استعدت الفتاتان للقفز فهموا أن هناك شيئاً مخيفاً يحدث. مضمون الفيلم خلال 2.5 دقائق يدهشك لدرجة أنك تعلم أن ليس كل فيلم قصير تستطيع أن تشاهده إلى النهاية من فرط الرعب الذي يحتوي. الصرير. البطلة الرئيسية لهذا الفيلم القصير متواجدة في المنزل بمفردها. كانت تشاهد التلفاز في جو لا يشوبه شيء، وفجأة تسمع صريراً يثير الاشتباه من مخزن الأطعمة، وبعد ذلك شيء يقع. أغلقت الباب الذي يقود إلى الظلام. بعد أن شعرت بالخوف قليلاً وعادت من جديد إلى الكرسي. عندما تكرر الصوت من جديد أصبح مما لا يدعو مجالاً للشك أن هناك شخص في المنزل.
عزيزي المشاهد، إذا أكملت مشاهدة الفيديو حتى النهاية فهذا دليل على قوة أعصابك، وثانياً نشكرك على تفاعلك. تعرفوا على أعمال أخرى أصدرتها القناة واشتركوا بها حتى لا يفوتكم الفيديوهات الجديدة. إلى هنا أعزائي المشاهدين نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، شكراً لحضراتكم على حسن المتابعة، إلى اللقاء.